أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. لن أتكل يا رب على عملي، بل فضلك ورحمتك هي المتكل. ليه؟ لأن أنا لو شفت العبادة اللي أنت كلفتني به، 5 فروض في اليوم، صيام شهر في السنة، زكاة كل ما يجيني حول، حج مرة واحدة في العمر، مش اللي انت كلفتني به، ألاقي النعم اللي انت ادتها لي قبل التكليف ده انا قعدت بغير تكليف 15 سنة وأمرح في نعمك ولا مش مسؤول عن حاجة. يبقى لو كان العمل بتاعي بس عشان يؤدي ديا، يبقى الجنة دي تبقى بقى زيادة من عمل. ولذلك يقول لك ازاي ربنا يمنع الناس يتعاملوا بالربا وهو بيعاملنا بالربا، الحسنة بعشر امثال ايه الله. تبقى ايه؟ قال لك ايه؟ علشان يبقى الزيادة منه هو مش من مساوي، ده الزيادة من رب لعبيد الله. ولذلك هناك يقول لك ايه، اللي بيشكر في الواقع بيشكر ربنا، انما ده بيشكر لنفسه لانه هو ايه هياخد الله. ولذلك ربنا من اسمائه الشكور. ازاي؟ يقول لك ساعه ما تيجي لك نعمه تقول الحمد لله، يقول شكرني عبدي اشكره بالزياده. ربنا بيشكر، ربنا يشكر كمان. وادخلني برحمتك. يدخله فين؟ في عبادك الصالحين. يعني زي ما تقول يقول لك عبادك الصالحين دول كتير، زقني كده في وسطهم. فكأنه مش عامل له تصدر وانه عامل له مش عارف ايه التواضع العظيم دي. طب ده انت عملت كذا وعملت كذا وربنا ادك كذا وده. لم يورثه شيء من هذا غرورا. الملك اللي قال عليه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ما استفادش منه حاجه. وبيقول لك زقني في شويه صغير. زي ما انت تقول لواحد يا شيخ زقني، فيقول لك اذا اكتفت العربيه، يقول لك زقني يا شيخ وسطنا. يعني ماليش، انت ماليش كرسي اقعد عليه؟ لا، ادخلني فيه مش معه. ده معه يبقى توافل. قال لك لا، ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، زقني كده زق فيهم. ده معناه ايه التواضع ده بعد العمليه دي كلها؟ يجي التواضع يقول لك ايه وليه؟ شوف اللي خد ملك لا ينبغي لاحد من بعده، كيف كان يعايش عبيده وجنوده والاتباع. لما يطحنوا الدقيق الحب يبقى له ايه؟ الرضه اللي احنا بنقول عليها دي. هو ياكل خبزه ويدي النقي من الدقيق للبائس، يبقى اكن الملك ده ما عملش بيه له حاجه. ولذلك تجد ان هو لما جه ما عملش بايده لنفسه حاجه، كل اللي جاله عملوا له ربنا، لانه كان في عون عباده. يبقى ربنا في ايه؟ في عون. لان انت لما تكون في عون اخيك العبد تعينه بقدرتك المحدوده، لكن ربنا يعينك انت بقدرته اللا محدوده، يبقى من لك اسباب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتة تانية، وتفقد الطير. المادة بتاعت فقد الفيه والقاف والدال، وكل ما يشتق منها، إما أن تكون فقد يعني إيه؟ ضاع منه الشيء. فقدت الشيء يعني ضاع مني. تفقدته هو ما ضاعش، بس أنا إيه؟ ببحث عنه في مظنه، ببص اشوفه راح فين. يبقى التفقد معناه ايه؟ بحث عن شيء. انما انت عارف ان الشيء موجود بس مش طب كلمة تفقد الطير. فقال ما لي ارى ارى الهدهد. هناك الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا عن اخوات يوسف ايه لما قالوا ايتها العير لكنا سارقون. سألوا كده، قال لهم شرقين ايه اللي انتوا افتقدوه؟ صواع الملك. وتدوروا عليه، قال لك صواع الملك ماذا تفقدون؟ هم بيدوروا عليه صواع الملك ده. تفقد الطير، ده يدل على ان الرئيس او المهيمن على شيء لا بد له من المتابعه. فساعه ما قعد في مجلس القضاء او مجلس العلم او اي مجلس، كان عامل له مثلا مده محدوده يجز فيها الجلسه دي،
وبعدين بص كده عمال بيتفق زي ما احنا نسميه استعراض. لما يجي يستعرض ولاي واحد زرار مقطع كده يروح شده منه مش عارف ايه، يدل على المتابعة دي ولا لا؟ مش معنى انه مسخر سايبها كده. طب وتفقدوا ليه؟ طب قال لك كان محتاجا له، علشان قال لك انه كان عايز يقوم برحلة في الصحراء، والهدهد خبير في منابع المياه في الارض، يقول لك يرى الماء كده في الايه؟ في الارض، كما يرى احدكم الزيت في وعائه. ولذلك ربنا عامل له كمان من ارض طويل، لانه ميزته ان هو ما ياكلش على سطح الارض ابدا، ياكل لازم من ايه؟ ولذلك لما هيجي يتكلم يقول الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، رزقه من هنا، رزقه من هنا. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. ساعة يستفهم واحد عن شيء جوابه عند نفسه ما يبقاش استفهام، ده بقول ما لي من الشايف الهدهد، كأنه قد استبعد اولا ان حد يتخلف. يبقى انا من الشايف الهدهد لعلة عندني، وبعدين بان كده لقى الفجوة بتاعت الهدهد قال لا ده انا بقول ده انا ما شفتش، لا ما لي لا ارى الهدهد، لا لا ده هو ايه غايب الفجوه بتاعته. يبقى اذا هو استفهم اولا فقال ما لي انا جرى لي ايه من شايف الهدهد ليه، كانه مستبعد ان الهدهد يكون ايه غايب. هذه واحده. فلما قال كده بص ودقق لقى الفجوه بتاعته، قال لا بل كان من الغائبين، لم كان من الغائبين. وما دام كان من الغائبين لازم بقى الجزاء، لان اي مخالفه لا تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعدده. ساعه ما نشوف واحد موظف كده وعمل حاجه ولا حسبوش يحصل ايه، التاني يبقى زيه والتالت يبقى زيه، مسألة استشهر. انما لو واحد او باول عقوبه ضرب على يده انتهت المساله خلاص كده. وما دام كان من الغائبين يجيب ازاي بدون اذن؟ راح فين ده؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. هو جبروت قال لك زي ما احنا نقول الغايب حجته معاه، استنى نشوف هيعمل ايه. انما راح بدون اذن ولا لا؟ برضو يدل على ان المرؤوس ان راى خيرا يخدم فكره رئيسه ويخدم الفكر العام وفرصتها ضيقه ما يستناش لما ياخد امر، يعملها وبعدين يبقى يروح يقول ما شاء الله يا مولانا، يعملها وبعدين يروح ايه يقول له. مثلا في الحرب العالميه الاولى جاء واحد قائد الماني ولقى عدوه بالاستطلاع جايب اعداد كثيفه هو ما عندوش اللي يقاومها، فيعمل ايه؟ يحتال. قال المفهوم عند كل الجيوش ان اي قائد لا يجازفه بكل قوته في المعركه بل يعشه، علشان ان حصل لدي حاجه يبقى عنده، انما خدها كلها في المعركه وانهزم تضيع المساله. فقال طب ما ناخد اعمل حيله، انا اطلع الجيش كله حتى يظن العدو ان دي بس اللي بيحارب، ده انا عندي لسه ايه، ما هي القاعده عندهم كده. ونجح وفاز وانتصر في الحرب بس خالف الايه قوانين العسكريه. يعملوا له ايه؟ صحيح الدنيا وسام نصر، انما عقبوه على مخالفه القانون. ادي معنى سليمان قال لا اعذبنه ايه؟ او لاذبحنه ولياتيني بسلطان. الايه دي لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه حلت لنا اشكال المتمردين على منهج الله اللي عايزين يعدلوا على ربنا احكامه، جابوا الايه دي. قال لك ليه ازاي؟ قال لك النص القراني الزانيه والزاني فاجلده كل واحد منهما 100 جلدة فلا شيء في عقوبة الزاني إلا الجلد. وجبت الرقم ده منين؟ قالوا أهو الدليل أهو، إحنا لما الأمة تزني إن كانت غير محصنة بنجلدها كم جلد إيه؟ 50. ما
نصف ما على المحصنات. أم قال لك طب ولما تكون الرجل نعمل لها نص رجم ازاي ده بقى؟ يبقى ما فيش بقى النص، الرجم لا ينصف. قال له انتم ما فهمتوش كلام ربنا، ده هو بيقول فعليهن اي على الاماء الجواري نصف ما على المحصنات، وسكت. قال لك نصف ما على المحصنات من العذاب، انما الموت مش عذاب، بدليل هذه الايه لاعذبنه عذابا شديدا او. يبقى الموت يبقى التنصيف في ايه؟ في العذاب فقط اللي هو الايه؟ اللي هو الجلد. يبقى الان مشيت وسلم. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، يعني بل كان ايه من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لا ياتيني بحجه. ان جاب لي حجه الله، يبقى معنى ذلك ان الرئيس وان كان مرؤوسه لم ياخذ رايه في شيء، يقول لك ما يمكن عنده حجه انا احمده عليها وادي له مكافاه، لان وقف فراغه مني برضو كان في المصلحه. فمكث غير بعيد، مكث معناها ايه؟ استنى، بكي، بس مش بكي مدة طويلة، مدة بسيطة، لانه برضو خايف من الحكاية بتاعت جلسة سليمان وانه هيفتقد ومش عارف ايه. ما فمكث، لان المكس قد يطول، قال لك فمكث غير بعيد يعني على طول. والمكس احنا قلنا في حلقة قبل كده هنا قال لأهله ايه؟ امكثوا، يعني استقروا في ايه؟ في مكانكم. يبقى المكس استقرار في الايه؟ في المكان. هنا مكث ولكن غير بعيد. في بعض الالفاظ تاخد الشيء ومقابله، ازاي؟ مثلا احنا في سورة الكهف حينما قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في العبد الصالح مع موسى، وإذ قال موسى لفتاه حتى لا أبرح، يعني لا أبرح إيه؟ يعني حاف مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يبقى لا أبرح إيه؟ ما سيبش المكان، لا أبرح السير، لا أبرح الحال الذي أنا عليه، والحال اللي هو كان عليه إيه؟ إنه كان ماشي بدل أو أمضي حقبة، إن شاء الله أقعد ماشي قد إيه؟ مش ممكن. يبقى لن أبرح هنا مش معناها لن أتحرك، لا، لن أسكن عن الحركة التي أنا فيها، فلن أبرح يعني لن أغادر الحال الذي أنا عليه، فإن كنت ماشي أظل إيه؟ ماشي. طيب في سورة يوسف أخوه الكبير قال إيه؟ أنتم ما تذكروش أنكم أبوكم أخذ عليكم عهد من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم؟ قالوا قال أنا شخصيا لن أبرح الأرض. يبقى لن أبرح يعني لن أغير حالة الإقامة إلى ماشي، يبقى اللفظ واحد بس الناس يفتكروا أنها إيه؟ لن أبرح يعني أقيم، نقول له لا، أقيم على الحال الذي أنا عليه، فإن كنت سائرا أظل سائرا، وإن كنت مقيما أظل إيه؟ مقيما. ما شاء الله. وهناك الآية الثانية لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يظلوا على الحالة بتاعتهم اللي بيعبدوا فيها الإيه؟ الأجل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين، لما رجع نفسه لأعذبنه عذابا شديدا. طبعا لأعذبنه عذابا شديدا، العلماء قاعدوا يبحثوا في ايه العذاب ده، فقال لك قال ان الهدهد يعني انزحت على بقية الطيور ان شكله جميل قوي، الوانه وتخطيطه ومش عارف ايه وعرفه شيء حلو كده وزي التاج وزي قال الحكايه اللي هو عامل بها يعني كده دي انا انتف ريشه، انتف ريشه وارميه كده يسلط عليه النمل والمش عارف الايه، هو ما يبقاش لوش بلح سلط عليه النمل، ادي واحد وعذبناه وعذابا شديدا. قال لك لا، داني ارميه مع غير بني جنسي مع
وما دام يبقى مع غير بني جنسه ما فيش حد له إلف في حركته ولا نظامه ولا هيتعامل معهم ازاي ومش عارف. طب او ايه كمان يعني يعمل فيه كمان ايه؟ قام قال لك ان انا اخليه يخدم اقرانه. الهداهد التانية اللي ما دخلوش في العملية دي الهدهد ده يروح ايه؟ شوف بقى لما يخدمهم هو وهدهد زيهم وبتاعهم. نعم. او اجمعه مع اضاده. لان في بعض الطيور يبقوا اضداد لبعض ساعة ما يشوفوا بعض يهربشوا ببعض. قام قال لك واضيقوا من السجن عشرة الاضداد. اضيق من السجن ايه؟ عشرة الايه؟ الاضداد. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ما عادش كتير فقال. فمكث غير بعيد فقال. بتقليه على طول كده بالفيه والفيه دي عايزه تعقيب. ايوه لحق قبل ما ينهروا. احط بما لم تحط به. بقى سليمان اللي واخد الدنيا دي كلها وبتاع الهدي يدخل كده ولا كلمه معناها كده انا احط بما لم تحط به. ساعة ما يسمع احط بما لم تحط به يقول ايه؟ ده عنده بقى عنده يبقى الشوال. لانه ازاي يجرؤ على انه يقول لسليمان؟ ما هو بقى دخل وسليمان متحفز ومش عارف ايه. يقوم هو يسمع يجيب الفيه بالتعقيب على طول. مكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به لحم الدنيا. ايه اللي قال ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ اولا نقف عند كلمه سبأ بنبأ. تعبير قراني انما تعبير جميل. يسموه في اللغه محسن من محسنات البديع اسمه الجناس. الجناس ده انك تجيب لفظ وتجيب لفظ تاني زيه تمام بس ده له معنى وده له معنى. يبقى اللفظ واحد انما ايه له معنى مختلف. زي مثلا ما يقول ايه رحلت عن الديار لكم اسير. اسير يعني امشي. وقلبي في محبتها اسير. مش هي دي كده؟ دي اسير ودي اسير. انما دي لها معنى وده ايه؟ لم يقض من حقكم علي بعض الذي يجب يفترض. قلب متى ما جرى ذكركم يجب يخفق. اللفظ واحد انما المعنى ايه؟ المعنى ايه؟ مختلف. قد لا يتفق اللفظ كله يجي في الحروف. اغلب الحروف تبقى واحده وتختلف في حرف واحد انما يديلها الجرس الحلو. وجئتك من سبأ بنبأ. بس ما يجيش المحسن المعنوي ده الجناء المحسن البديعي بتصيد بقى وتكلف يبقى بايخ. انما يجي بطبيعته. بالله لو وجئتك من سبأ بخبر مش كده المعنى تمشي؟ لا المعنى ما يمشيش لان ده مش مطلق خبر. ده خبر عجيب. الله. والنبأ هو الخبر العجيب مش خبر عادي. يسألونك عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى لا يقال نبأ إلا إذا كان إيه؟ ومسألة عرش وبلقيس وبتاع ده خبر مهم ولا لا؟ يبقى كلمة وجئتك من سبأ بخبر تنفع؟ يبقى الجناس جه في وضعه اللفظي ولم يجني على المعنى. ولم يجني على المعنى. يجي مثلا القرآن يقول لك إيه؟ ويوم تقوم الساعة اللي هي إيه؟ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اللفظ واحد انما دي ساعة ودي ايه؟ ودي ساعة. اهي سبأ ونبأ بس يسموه جناس ناقص يعني ناقص حرف. ساعة وساعة متفقين في كل الحروف. مثلا عندنا في القرآن كده ويل لكل همزة لمزة. الهيه واللام هم اللي مختلفين انما الاثنين المعنى عايزه. مش جبنا اللفظ كده استدناه عشان نعمل جناس. لا اللفظ. والهمزه هو الذي يعيب بالقول واللمزه اللي يلمز بالفعل. يبقى هما الاثنين. يبقى المعنى ما يكونش عليه. مره المحسن البديعي ما يحفش على المعنى يجي على المعنى. اهو ده الايه المحسن اللي يطلع ايه؟ اللي يبقى محسن. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ الخيل معقود بنواصيها الخير. ادي الخيل الاثنين بس يجي لام ودي ايه؟ انما المعنى ماشي ولا مش ماشي. يبقى جاء الجناس اللفظي محسنا مش متصيد
مثلا يجي في السجع، ما هو كانوا يجي مثلا يقول لك ايه السجع المتكلم بقى اللي يقعد بقى ينحت في الكلام كده، يقول لك ايه وكنا ماشيين فنزل المطر كافواه القرب ستر خيرك، فوقع رجل كان يحمل العنب تكلف وحاجه مش انما شوف وجئتك من ايه من سبأ بنبأ، ادي اللفظ ولفظ مطابق للمعنى ولا لا، لان ده جايب خبر عجيب مش مطلق خبر، ده خبر هم اللي يسمى ايه النبأ. ربنا يزيدك يا مولانا ربنا يزيدك. فمكث غير بعيد فقال احط، ما هي الاحاطه؟ الاحاطه هي ادراك المعلوم من كل جوانبه حتى احنا في البحار اهو، مثلا البحر المتوسط نسميه بحر ما سميناش محيط، البحر الاسود البحر الميت مثلا، لكن المحيطات التانية الواسعه اللي عماله تحط اسمها ايه؟ اسمها محيط. وبعدين يجي ربنا يقول لك والله بكل شيء محيط، ياخدها الناس يجوا في البساتين يسموها الحيطان، كانت له حائط يعني بستان، لانه كانوا يحددوا البساتين بالايه؟ بالحيط كده علشان ما حدش لا يجور على ده ولا ايه؟ ولا يجور على ده، ويقول لك فلان يحتاط لكذا، يعني يجيب المساله من كل جوانبها ولا احتياط. نعم. احط بما لم تحط به، وعندنا حتى في الهندسه يقول لك المركز والدايره والمحيط. شوف المحيط ده او المركز هو ده المحيط بتاع الدايره، هو يحيط بالمركز احاطه مستويه من كل نقطه بانصاف الاقطار، نصف قطر هنا ونصف قطر هنا، واحاطه تامه ولا مش تامه؟ احاطه تامه. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. طب بالله دي النقص في سليمان ما يعرفهاش؟ قام قال لك لا، هذا تكريم لسليمان لان جايب له ناس يخدموه في كل ايه ناحيه، وفرق بين ان تفعل انت الشيء لذاتك وبين ان يفعل لك. يبقى معنى يفعل لك ده يبقى سياده ثانيه، يبقى ايه سياده ثانيه. وعلشان يفهمني ان الحق سبحانه وتعالى اننا لا نكتم مواهب التابعين، ندي للتابعين ايه مجال ينفسوا فيه عن مواهب، اللي عنده حاجه يقولها ولا ما يعرفهاش يقولها، لان دي خدمه لي. ولذلك هتيجي برضه قال الذي عنده علم من الكتاب الله. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب سبأ لازم تكون معروفه، ما قالوش ايه سبأ دي، يبقى لازم كان عارف ان في سبأ وعارف ان فيها برضه ملك، انما ما يعرفش انه بالفخامه دي بالشكل ده. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ايه هو بقى؟ شر اني وجدت امرأة تملكهم، يعني تحكمهم امرأة، زي مثلا بتاعت وزيرة بريطانيا دي تاتشر اللي قعدت كده برضه ورجالة قاعدين ومش عارف، ما منعش ان يكون امرأة لها مواهب ست خلاص. اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء مش زي ما أنت قلت أوتينا من كل شيء، أنت أوتيت حاجة تانية وهي أوتيت من كل شيء بالنسبة لأقرانها، ولها عرش عظيم. العرش هو مكان جلوس الملك، وكان عادة يتمشى مع عظمة الملك، ودي احنا بنشوفها في بلادنا. يعني مثلا لما يكون بلدنا فيها شيخ غفر يبقى عالم الايه دكة خشب يقعدوا عليه خلاص، شيخ البلد يعملها برضو دكة كده انما يفرشها بحاجة، العمدة يجيب كنبة اسطنبول ويقعد عليه، التاني بقى يجيب كراسي مش عارف من عند مين وعند مين الله. يبقى العرش ده اللي هو ايه الجلسة المتمكن اللي بيدبر الامور، كله يبقى عظيم دليل على ان الايه المملكة فيها ايه عظيم. طب ازاي يوصف الهدهد العرش بانه عظيم مع ان يوصف عرش ربنا بالايه العرش العظيم بالعرش الايه؟ هذا عظيم بالنسبة للملوك
انما عظيم عرش الله عظيم بالنسبه لكل الخلق. الله نعم على اطلاق. ومكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وبعدين دي ما يتعلق بالملك. ما هو سليمان ملك ونبي فجاب له حته من بتاعته. هيجيب الحته الثانيه بقى النبوه بقى اللي غار عليها النبوه بقى. ما شاء الله. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف بقى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله اكن الهدهد عارف قضيه العقيده وقضيه الايمان وان الخلق ما يجيبش انها تعبد الا ربنا. الهدهد عارف الحكايه دي. وبعدين يقول انا وجدتها تعبد الشمس. ليه ما بيعبدوش اللي بيخرج الخلق من السماء والارض؟ ليه ما بيعبدوش المنعم عليهم بكل نعمه الله؟ يبقى عارف قضيه ولا يعرف ايه قضيه. يبقى اذا هنا نعلم سر الحق في قوله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما شاء الله. الله اكبر. ما شاء الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. الله عارف الحكايه كلها. عارف من المعبود بحق ومن اللي بيزين للمعاصي. عارف القضيه كلها. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ ايه دي فهم لا ايه لا يهتدون. وبعدين بقى اللي حدث في نفسه انهم بيسجدوا للشمس. الا يسجدوا ما يسجدوش لربنا. يا سلام. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. لان اصل الانسان بيعوز اشياء كثيره او مقوم حياه. مقوم الحياه الاساسي النبات اللي بينبت من الارض لانه هو اللي هيغذي الحيوان اللي هياكل لحمه وكل حاجه. وده عايز ايه؟ عايز مطر من السماء ونبت يطلع من الارض. ادي الخبء في السماء المطر والخبء في الارض النبات. والى لقاء اخر ان شاء الله.